عندنا بديش تقان وبدي نمشي خليها شو مالا ترمس الزيادة أسباب مالا تيفاش أسب شو أسب أعمل الزوء سمع الزوء تحت لو جبال الكلوة بديت بحكي لك بعزيز يا حلق بروح وشهيد شهيد بعزيز ما نعرفش عليه مش جنس نحكم عليه انت شنو رايك معنا كل واحد وراح لا هو انا ممكن ليه نعمال لو تجي تقول لي مش شهيد هنا وين السرعة وياته وانا برجع قال لك شو هذا خرجت ايه هنا بقول حمار عبيت خرجت بس تسرق وتختم ضربت بالكرتوش وتسميولي شهيد تسميولي شهيد هذاك عبيد خويا سيح ممكن مخها يكون عقلها فهمتني البلاد وفادة وجدت بيعتها فهمتني وخرجت تضرب بالحجر وخرجت تضربنا بالحجر صحيح يا عبيد خرجت خويا باش تكسر تبوات تسرق مكازانات منين تسميولي ثور منين تسميولي شهيد كيفاش شهيد خرج مخه كله يخمم باش يسرق وباش يخطف اللحظة هذيك عبيد فهمتني تشوف فيها تشوف الكرتوش وتضرب الحجر وما نعرفش جي هو مخه كل خارج باش يسرق بوستة فهمتني بانكا باش نبدا متعدين خزنة وليه وتنقسم وضعة العومة وتنقسم تضرب الكرتوش هذيك ويموت كل شهيد شيء حسب رأيك لو علاش هيك فما برشا أشياء على الثورة مزيفة معناها كثر في المشاكل ولا يقصد شو برشا سؤال اخوي اللي يشد الكرسي يشد بالرسمي يحب البلاد وخايف على البلاد موش هم نيته باش يشد كرسي هم نيته باش يشد رئيس دولة هم نيته باش يشد وزير مش كيف انا اخوي كنت ما عادش حبيت نحسن من حالي حبيت هم نيته اخوي باش نخدم تاكسي واحد من الناس حبيت هم نيته باش نخدم تاكسي معناها وشو فيه الكل هريس كنت تعرف تاكسي طلع على البيت طلع على الخايب طلع على كلشار طلع كوم كرافات ويا في الاخر يقلب ويعمل لك بركاج ولا فما دي يهبطك بحومه نرمال عادي حسب ولا مش نصفى بدنا نرجع هذا الناس العباده اللي جات تقرب شنو رايك فيها؟ لا خويا باش نقول لك حاسب شوف فماش تعرفنا فما تدوير الدين برشا تعرفنا برشا تخديم المخ برشا فهمت مش هذا اخوي اللي شد الكرسي سنوية زي سوى عمر ما هو مسلم كيف يجيبه ما عمل ايه بروح يا حلوة على الاسلام بالاسم نحب اخت اثنين تخرج مسطورة اخت اثنين تخرج مسطورة هذيك امور على روحها فما تنعش مانيش انا باش نحاسبها ربي مش يحاسبها ولا انا نعرف ربي مش حاسبني مش حاسبني صحيح ما شكون ما يحبش يخطي تبدا مستورة خارج مش انا اخوي الحكومة دي معناها تبدا اما حاجاتي كلها معناها كل بشر يحب الخير للبلاد